ناس سبحان الله من الله كذا لهم قبول، وفي ناس من الله تحس سبحان الله الشخص ملك خلقه. انت ايش رايك يا مها؟ انت من الناس اللي فيهم قبول من الله تستحين؟ ما عندنا وقت، خلينا نشوف وش قال مبارك، نطلع نشوف وش قال مبارك ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأيك. سوالنا في قول رأيك اليوم ايش الاشياء اللي تسويها عساس تكون شخص محبوب عند الناس. خلونا بعض نشوف اليوم ابو زيد الجبل. الاحترام والكلام الزين ووجه البشوش بالضبط والابتسامة الدائمة والصراحة. خلك على نياتك ولا تصنع، أهم شيء هو اللي يتصنع دائما أصلا يصرفونه حتى يجيبها تندر. أنت تكون مسالم، تكون يعني تنصت للرجال اللي قدامك، وأنت تكون تحب الناس، إن شاء الله أنك تكون محبوب بهم. تكون أموره تمام. أموره تمام بالضبط. مرة. مرة. طيب هل أنت تصنف نفسك شخصية محبوبة عند الناس؟ والله نقول إن شاء الله، يعني ما حد بي. لا لو قلت لك مثلا عدة الأشخاص اللي يكرهونك. في شيء في عدد في بالك؟ لا والله. ما أحس عديتها. أحس ما في أحد. كيف تكون شخصية محبوبة؟ بالمعاملة الطيبة، بالابتسامة، بالتسامح، ولا أحد يعني يعني دائما نحاول ما تحاول انك تكبت على مشاعرك يعني، او مثلا بعض الاحيان الواحد لازم انه يزعل او يغضب او ذا يتعلم طرق كيف يقدر يفرغ هالغضب او هالمشاعر اللي ما هي زينه بطريقه يعني تكون ما تأذي فيها احد ولا تأذي فيها يعني نفسك حتى، لانك انت اصلا حتى لو استرسلت مع المشاعر هذه قد يعني تتراكم عليك انت نفسك تنفجر. نعم. بابتسامه هي سر محبه الناس. اكيد. شكرا لك. ابتسامه في وجه اخيك صدقه في النهايه. الحين عادي تقدرين تستحين. لا اسمعي كملي كملي حياه. انا زعلانه، الكنترول يقول لي اطلعي فاصل. ايه؟ نطلع فاصل ولا نعلق؟ انت رايك؟ لا انا اشوف نعلق، تفضلي مها. والله شوفي انا احس يعني الحين وصلنا لمرحله سيئه جدا. صح. الناس لا تحبك عشان اخلاقك ولا عشان شكلك ولا عشان اسمك ولا عشان اي شيء، تحبك عشان دراهمك. معك دراهم والله بنحبك، ما معك دراهم حتى اعز الناس ممكن يسحبون عليك. صح ولا انا غلطانه؟ ما ادري. تقول ما ادري. بدون تعليق، بس أنا أتوقع كذا يعني. اليوم للأسف صارت المظاهر هي اللي تأخذ قليل القلة اللي يكون معك في الصغيرة والكبيرة، ومعك في الشديد وفي القوي، وفي طيحتك وفي قومتك وفي نجاحك وفي فشلك، وفي نفسيتك الزين وفي نفسيتك السيئة. الحين كانوا أول يقولون الحريم يدورون الزوج الكاش، الحين الرجال صاروا يدورون الزوجات الكاش، فكل العيال قرية، ما حد أحسن من أحد يعني. هذا اللي أنا أشوفه بالمختصر المفيد. وشكرا مبارك على الأسئلة اللي قاعدة تسوي لنا مشاكل عائلية واجتماعية. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع.